الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش يلا؟ مش يلا نجهز الحفلة، فاضل لها 3 ساعات. مظبوط، هطلع اجهز حالا. نيكول استني، منيح انك موجودة عشان تعرفي شو عم بيصير من ورا ظهرك. خير شو في؟ انا ماشي بالسيارة لقيت الاستاذ بيبيع تذاكر واحنا عاملين الحفلة كومبليمون. انت؟ انت بتسرقني؟ انت ما طلعتش اهبل، انت طلعت مخادع. لا انا اهبل. انت نمس. اهبل. انت؟ انت يا هدرس؟ انت تعمل كده؟ ليه؟ معلش يا جماعة سوري، الغلطة دي عندنا احنا. انا هتصرف معاك يا حيوان. انا اللي هتصرف معاه، انا راح احبسه. لا والله العظيم انا ما عملت حاجه. ده سي توماس. سي توماس هو اللي اداني التذاكر، وده اللي سيدوني بيسلم عليك وبيدلك بيع دول. الكلام ده حقيقي يا توماس؟ او ماي جاد، حقيقي الكلام ده؟ ايوه حقيقي. او ماي جاد، ليه ليه ليه؟ انت ترجع بلدك حالا. انا اللي هرجع بلدي وحالا. نو 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 بليز بليز نيكول، دي اول حاجه اعملها بعد ما بقيت نيو عمده. بجد شكلي هيبقى سيس جدي. مش مشكلتي، انا وافقت اعمل الحفله دي عشان انا بحب مصر ونفسي اغني في الصعيد، انما انت ما تضحكش عليا. روجي عيوني، قول للعالم يدب اغراضه لانه هلا انا بدي اسافر. يلا نيكول. او ماي جاد، لعب العيال ده ولا ايه؟ لعلمك بقى انا عندي فكره ممكن تخلص الموضوع ده كله في مينت. جوني اشلي، حتى انت هدرس